أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن سماك داون لايف، شفنا فيها بعض المباريات. المين ايفنت كان جميل، أما القصص ما ركزوا عليها كثير لأن نص الروستر ما كان موجود. افتتحوا العرض بمباراة سامي زين وسولو ساكوا ضد ريكوشي ومات كاب موس. قبل ما تبدأ المباراة مايكل كول قال لأن الأوسوس احتفظوا بالألقاب الأسبوع الماضي خذوا إجازة عشان يريحون وما بيكونوا موجودين في العرض. لا قلبي، جيمي أوسو معروف أنه ما يقدر يسافر لأنه كثر. قدموا مباراة حلوة والجمهور كان ورا سامي لأنه في كندا، وريكوشي حرام ما يستغلونه صح، بس مات كاب كل ما هاجم تسمع الجمهور يعطي بوز بشكل فظيع. في نص المباراة تشوف سولو معصب يجيب كرسي بس الحكم وقفه، وسامي يعمل بلو ثاندر بام. تشوف التوب بيس وسيدة وسولو ورا الحكم يستعمل الكرسي ويفركشه قدام صاحبته، طاح بشكل مقزز، اتمنى يكون بخير. دخل الحلبة وعمل حركة اليوراناغي اللي يسمونها ذا سبينينج سولو وفازوا. بعد المباراة هاجم مات كاب موس وسامي يهدي. مباراة حلوة كانت بس توقعت احسن من اللي شفناه لان مركزين على القصة وبناء سولو كانفورسر. عملوا تدخلات ودام البلود لاين مو موجودين برزوا سولو والأوسوس دورهم مهم ولازم يكونوا موجودين. راحوا ورا الكواليس وطلع جاي أوسو. أوكي، واحد فيهم موجود. جاي قال أنا هني أطمن أخوي. سولو ادخل الغرفة. اسمعني عدل سامي، يمكن تلعب على غيري بس انا شايفك وضوح الشمس، واذا عملت اي حركة غلط بيننا راح انهيك. ليش ما تناقش الموضوع مع رومان رينز؟ سامي يا اخي في خبث شوية. ودخل الغرفة غصب. بعد اللي صار بينهم جاي أوسو بيذبح سامي زين اول ما يجلبون، صدقوني. وكرر مرة ثانية هذه من اجمل القصص في العالم. برومو كاريان كروس. السيد ماكنتاير، حاولت تسحبني من الظلام وهذا ما أحتاجه، لن أستطيع أن أخذ فرصة على اللقب، ولكن هذا طريقي، أهزمك أولا والذهب ثانيا. علي أن أرسلك إلى المستشفى لتبقى في الحضيض، ولسوء حظك هذا تخصصي في إكستريم رولز، سيبقى شخص واحد ولهذا السبب سنتعذب معا لأصبح بطل القادم. عقارب الساعة تربط يدك وسوف أسحبك للجحيم. تيك توك. في نهاية الفيديو شفنا الكيو ار كود، واذا عملت سكان بيوديك لفيديو فيها شخصية كرتونية للخنزير. بعدين تشوف اللحم المقصوص والمسلوق، يمكن بعدها ذيب متنكر بالشكل يخوف تقول فيلم رعب. تلاحظون في الفيديو طرف الشاشة في شعار الارنب، ويوم شافوا اسم الفايل كان TS_S10E6 بمعنى The Simpsons موسم العاشر والحلقة السادسة، فيها اغنية الارنب الابيض. Thanks, Pinky. You've always been there for me. يا سلام. حتى في الفيديو تسمع مورس كود. في ناس حللوها وطلع الإجابة عودة أزيزل والرقم 1911 اللي تشوفها على قبعة بري وايد في وحدة من سيجمنتاته. واللي ما يعرف معنى أزيزل يعني شوفوا بنفسكم. فوق هذا حصلوا رقم في صورة الأرنب، إذا دقيت عليه تسمع. في واحد عكس الصوت وعدلها، شوفوا معي. Bravo. Echo. Lima. Alpha. India. Romeo. I am the way into the city of woe. I am the way into eternal sorrow. For you are the way into the city of woe. واضح ان صوت براي وايت، عبقرية بلا حدود. وانا عندي لكم شيء حصري، يوم خذيت الفايل الاصلي جلبته وعدلته فيه، ركزوا معي. اعملوا لايك وسبسكرايب لتردكة مصارعة.
رسالة جميلة صراحة. نعم، نرجع لبرومو كاريان كروس كان جميل، وأهم نقطة فيها أنه راح ينافس على اللقب. أتوقع في إكستريم روز يفوز المباراة، ودام رومان رينز مشغول مع لوغان بول يعني في كراون جول عنده خصم، وخلنا نقول في سيرفايف سيريز بيلعب مباراة وور جيمز، بعدها الرويال رامبل كاريان كروس يقدر ينافسه في الحدث هذا. ومع حبي لك عزيزي كاريان، أنت ومرتك مالك أمل ضد رومان رينز. أوسن ثيري ورا الكواليس قال درو ماكنتاير بكاية، شفتوا كيف خسر بين ناسه؟ ودرو كان واقف وراه قال له ايه انت انا في الحلبة اليوم. وقت المباراة طلعوا مع ألفا أكاديمي، ودرو معاجب الوضع، وفي بداية المباراة درو اشتغل بس أوتس هاجمه وتنتهي بدي كيو. جوني غارغانو وكيفن أومنز انقذوه على ستايل فينس مكمان، يعني بنشوف مباراة تاك تيمز بينهم. وفعلا هذا اللي صار، شفناها في المين ايفنت. لو تبون درافت، اللي يبغي يطلع في عرض الثاني ناس ما انتم شفتوا اليوم يطلعون براحتهم، فليش تعمل درافت اصلا؟ ولكن اليوم الوضع كان مختلف لان نص الراستر ما كانوا موجودين بسبب اعصار ايان. اتمنى يكونوا بخير، ومن الاسبوع القادم لو تعدلت الامور بنشوف الراستر كامل، واتمنى الكل يتم في عرضه. ماكس دوبري يمشي ورا الكواليس، شاف ماكسين مع ماسي ومانسوا، قالوا له اليوم نبان ونسك ونجيب لقب. ماكس فرح قال بتنافسون الأوسوز؟ قال لا، لقب أطول بوز في التاريخ. ماكس عصب ومشى، وعملوا جوجو بوز بس هيترو خربوا عليهم. ليش متحملينهم؟ ما أدري. حتى شينسكي ناكامورا عمل بوز معاهم، وسونيا زعلت ما أدري ليش. نشوف الهيترو يفوز على اللوس لاثاريوس سريع سريع بحركة هيفي هيتر. كل هذا بناء الأسبوع الماضي، شفناهم في كذا سيجمنت، بارتي، حفلة، ناتاليا، زايالي، كيو آر كود في الشاشة، وأخرتها يفوزون بشكل سريع. أنا ليش متعب نفسي؟ ما أدري. وبعد المباراة تشوف لافتة مكتوب عليها Reveal What You Are ورا مايكل كول وكوري غريفز. وإذا تشوفون تغريدات براي وايت بتاريخ 27 أكتوبر سنة 2019 كان كاتبها في التغريدة. روندا رازي ضد ناتاليا قدموا مباراة عادية جدا، وفازت فيها روندا بحركة الأنكل لوك. طلعت ليف معاها عصا البيسبول يتضاربون، وتطيرها عند صاحبة ريكوشي. كمل الضرابة بينهم، السكيورتي وصلوا، وشغل شاقولك ولك أحلى من أندرتيكر وبروك لزنر. زفت. كيفن أوينز شاف ماكسين ورا الكواليس ووقف. ما لومك حبي، لا ما لومك، قال لماسي ارفع ايدك شوي بيكون احلى. بعدين شاف سامي زين والجمهور صحى من نومه، قال لسامي يبغالك تيشيرت جديد بوي. مالي صبر اشوف سامي زين وكيفن أوينز ينتزعون القاب التاك تيمز من الأوسو، بيكون يوم تاريخي. جونثر يقول بفوز على شيمس الاسبوع القادم واستمتع بوجه هزيمتك لان امبيريوم، ويطلع شيمس قال انت تسولف وايد ترى، ريج وبوتش مو موجودين بسبب الاعصار، ولكن ما عندي مشكله اخذكم ثلاثتكم. هاجم فينشي بعد لودويغ بعصا الشليلي، دخل الحلبه، فروا الضارب مع جونثر بس الحبايب الثانيين وصلوا، والحبيب يعطي تشوب ورا الثاني وباور بوم. وهم يرجعون تشوف شيمس ياخذ المايك يقول ما يعور ما يعور. عصب جونثر، دخل الحلبة وهاجموه مرة ثانية. سيجمنت ضعيف مع كل احترامي، معظم السيجمنتات يعني ما كانت ذات الزود، بس هني ما فهمت تبين شيمس بشكل ضعيف ليش؟ لأنه ما أعتقد يفوز بلقب الانتركونتيننتال الأسبوع القادم، وبيطول مع جونثر يعني فترة. بدل ما تعمل كل هذا، على الأقل عطيتنا شيمس ضد لودويغ أو فينشي، وشفنا الشغل حلو بينهم على الأقل يعني 10 دقايق بيكون زين، وما تعمل درو ضد أوستن ثيوري عشان يكون فيها تدخل وتبنيها بطريقة أبو المدام. مع كل احترامي، هني عطوا الخبر بوفاة أنتونيو إنوكي اللي هو مؤسس نيو جابان برو رسلينج، اللي كان يعاني فترة الأخيرة مع المرض. وصراحة أحيي WWE لأنهم عملوا الصورة يوم قالوا الخبر. بيلي كانت روحها اليوم ضد شوتسي، هالمرة طلعت بالتانك، صح تعمل بوتشات كثير بس دخلتها جميلة. وبالأخير بيلي فازت بحركة الروز بلانت، طلعت سلم، دخلت شوتسي ساندويتش، وتطلع حاملة لقب سيدات رو بيانكا بيلير تنقذها. وتبون درافت؟ أوكي. كان باقي 10 ثواني وماكسيموم ميل مودلز كان بيفوزون بلقب أطول بوز في تاريخ البشرية. ماكسين تعد 8 7 6، ومرة واحدة يطلع ماكس دوبري يصم مانسوا بوكس، يقول ما يبغى يكون معاهم، خلاص مل الموضوع هذا، مش لمصلحته، اللي سووه كان غلط. يكون مع فريق يخسرون مباراة ورا الثانية؟ لا، شل الحزام كان عليه علامة ماكسيموم ميل مودلز وفر. بعدين يقول Yeah. Dummy. Yeah. Yeah.
It's L.A. Night. L.A. Night. Yeah. Dummy. Yeah. Dummy, yeah. Dummy. LA Knight سيعود قريبا. المين ايفنت كان مباراة ثلاثية درو جوني غارغانو وكيفن اوينز ضد اوستن ثيوري والفا اكاديمي. قدموا مباراة جميلة جدا، كان احسن شيء في العرض لان معظم الامور كانت تسليكية وتحس القصص عملوها بشكل سريع. يمكن موضوع بري وايت هو الوحيد اللي دققوا فيه، وكل ما تتعمق فيه اكثر تحصل دلائل معاني جديدة للارنب الابيض. وغير هذا تفاعل الجمهور، كانوا متحمسين للكنديين فقط، اما باقي العرض كانوا نايمين، كان بيكسرون الطاولة بس بالاخير ما انكسرت. تشوف اكسبلودر لكيفن اوينز المسكين على الارض، وجوني غارغانو عمل تورنيدو دي دي تي، وكيفن عمل ستانر بس الطاولة ما انكسرت. وفي الحلبة تشوف كليمور من درو ماكنتاير يفوز فيها المباراة بعدين خذ الربطة وهاجم اوستن ثيري فيها. الاسبوع القادم بنشوف جونثر ضد شيمس على لقب القارات، سولو سيكوا ضد ريكوشي في مباراة فردية، ورومان رينز وجها لوجه مع لوغان بول. بيبدون البيلد اب لكراون جول، وكون صريح معاكم معظم المباريات في اكستريم رولز متحمس لها كثير، وعاده ان الجو هوم شوز ما يكون ذو مستوى. فاتمنى الاسبوع القادم نشوف الروستر كامل موجودين، وسؤال يبقى، هل يظهر بري وايت في اكستريم رولز ام لا؟ لايك وسبسكرايب، لا تنسون دائما ابدا بينكم وان سوي.